ما حكم استعمال العطر في نهار رمضان؟ العطر وكل ما له رائحة من الطيب فإن الروائح لا تفطر، فكل من شم رائحة طيبة من الطيب أو شم البخور فإن هذا لا يفطر. وأما إذا استنشق البخور، يعني البخور الآن الذي يبخر به، وأظن أن أحد الحاضرين لما تكلمنا عن البخور توهم أنه الدخان، فظن أن نقول أن الدخان لا يفطر. البخور غير الدخان، وهذا معروف عند أهل هذه البلاد، ولكن بعض الناس يظن أن الدخان هو البخور. الدخان هذا الذي يشربه بعض الناس هو محرم في رمضان وفي غير رمضان، ومن شربه في رمضان فإنه يفطر. ولكن نتكلم عن البخور، وهو نوع من الطيب يجعل على الجمر أو على النار أو على أنواع المباخر الآن التي تجعل في الكهرباء، فتنبعث منه رائحة مع الدخان، هذا هو البخور. فقال العلماء أن استنشاق البخور أنه يفطر لأن له جرم ويدخل في الجوف، ومنهم من قال أنه لا يفطر لأنه ليس من جنس الطعام، وهذا هو الصحيح، أن الصحيح أن البخور لا يفطر لأنه ليس من جنس الطعام، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في أنواع ما يدخل إلى الجوف من غير المفطرات. وعلى هذا، هذا الكلام في البخور. أما ما عداه من العطور التي لها روائح وليس لها جرم فإنه لا بأس باستخدامها للصائم ولا يمنع منه.